بيصعب عليك لما انت اشتغلت على حدا ضميته لفريقك وانت تتخلى عنه او احد المدربين التانيين ياخذ، لكن اللعبه كثير جميله وفيها اخذ وعطاء. نحن بنزعل وقت القرار، لكن بعدين بنرجع بنطلع بالفريق اللي عندنا بنكون مبسوطين كثير، لانه هذا الفريق اللي حنجابه فيه لنوصل لذا فويس. عثمان مشي دعانه غنى كثير منيح، لكن يوسف كان على المسرح متمكن اكثر. خطفت من حمائي صوت، حمائي ما عرف يشتغل عليه، انا رح اشتغل على هالصوت. اسماء صوت جوكر. حابين تستمتعون باحلى اصوات، احلى اللحظات اللي بنعيشها كمدربين مع بعض ومع المشتركين والمواهب على MBC 1. تابعوا حلقات The Voice كل ليله سبت على MBC 1.